نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول أنا أعمل محاسبا في بقالة وأضطر لبيع الدخان، هل راتبي حلال أم حرام وهل أنا آثم؟ نعم أنت آثم، إذا بعت الدخان فأنت آثم، لا تبع إلا شيئا مباحا. نعم.